بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هناك دراسة غريبة نشرت في مجلة العلوم الأمريكية عام 2015، تبين فيها أن نوم النهار ولو لمدة نصف ساعة ضروري جدا ومهم مثله مثل نوم الليل. فالحقيقة العلمية التي وصل إليها العلماء تقول بأن النوم هو معجزة للطبيعة، هكذا يقولون. ويقولون من الضروري أن ينام الإنسان بالليل وبالنهار ليتمتع بصحة جيدة، والنوم ضروري للذاكرة قوية ويعيش لمدة أطول من ينام جيدا. سبحان الله، أنبأ القرآن عن آية عظيمة هي آية النوم. قال تبارك وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. أشار إلى أهمية النوم بالليل والنهار، أنها آية من آيات الله، معجزة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. حاسة السمع هي الوحيدة التي تبقى تعمل أثناء النوم. والله لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول سبحان الله.